قاتل متسلسل في تكساس لم يتم اكتشافه لمدة 11 عاماً. في كاليفورنيا، قضية شخص مفقود تقود المحققون إلى مقبرة سرية في منزل داخلي في ساكرامنتو. يصبح المشتبه به غير المحتمل محور التحقيق في جريمة قتل جماعية. في صباح يوم 21 من كانون الأول سنة 1984 في ويتشا فولز، تكساس، عادت ليزا بون إلى منزلها من وظيفتها في مستشفى محلي. وجدت نفسها محبوسة في الخارج، لهذا طلبت من صاحبة المنزل فتح الشقة لها. كانت ليزا قد أعطت مفتاح شقتها لزميلتها في العمل تيري سيمز لتمضي الليلة معها، لكن عندما دقت ليزا على الباب لم تفتح تيري أبدا. عند دخول ليزا وصاحبة المنزل إلى الداخل، وجدتا أن الشقة قد تعرضت لسرقة. فما الذي حصل في الشقة؟ هل هي جريمة سرقة أم أنها جريمة قتل؟ ومن قام بهذه الجريمة؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل في قصتنا لليوم. لكن قبل أن نشرع في سرد القصة، ندعوكم مشاهدي قناة دهاليز إن كنتم تشاهدون قناتنا لأول مرة إلى الضغط على زر الاشتراك لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد وشيق. أما أنتم متابعين الأوفياء، ندعوكم إلى الضغط على زر إعجاب وترك تعليق تحت الفيديو إذا أعجبكم. لنعود الآن إلى ليزا وصاحبة المنزل. لاحظت صاحبة المنزل دما على الأرض، قامت بتتبع الأثر فقادها إلى جسد تيري سيمز. تم إيجاد الضحية البالغة من العمر 20 عاما ميتة على أرضية الحمام. كانت عارية باستثناء الجوارب، كما كانت يداها مقيدتان خلف ظهرها. قامت الشرطة بأخذ عينة من الدم، كما قامت بالبحث في المنزل على أمل أن تجد أي دليل ليتعرفوا به على القاتل. قاموا بأخذ حذاء وزي مستشفى نسائي، كما أخذوا ملاءة سرير ملطخة بالدماء. في مركز الشرطة، أخبرت ليزا المحققين أنها غادرت هي وتيري سميز المستشفى معا بعد العمل في الدورية من 3 إلى 11 مساء. أوضحت كذلك أنها طالبة بدوام جزئي في الجامعة، وأن كان لديها امتحان في اليوم التالي. قالت أن تيري كانت ستبقى ليلا في شقة ليزا لتساعدها في الدراسة، لكن ليزا قالت أنه لم يكن عدد الموظفين في المستشفى تلك الليلة كافيا، لذا تطوعت في دورية إضافية. وصلت صديقتها إلى المنزل في حوالي الساعة 12:30، أعطت لتيري مفتاحها وعادت إلى العمل. أخبرت ليزا الشرطة أنها عادت إلى المنزل في حدود الساعة 7 صباحا. لم يكن لديها أي فكرة عمن يمكن أن يقتل صديقتها. عند قيامهم بتشريح الجثة، وجدوا أن تيري قد توفيت جراء طعنات في الصدر والظهر. بدأت الشرطة في استجواب عائلة تيري وأصدقائها، سرعان ما ركزوا على صديقها السابق، لكنه نفى تورطه، كما أن المحققين وجدوا أدلة قليلة ضده، لكنهم كانوا على أمل أن يحصلوا على نتائج مؤكدة من خلال تحليل الحمض النووي. لكن سرعان ما تبددت آمالهم، لم يكن هناك ما يكفي من المواد لاختبار الحمض النووي. مع عدم وجود دليل قوي يربط المشتبه به بجريمة القتل، توقف التحقيق وظلت القضية دون حل. في 15 من شباط سنة 1985، أي بعد شهرين من العثور على تيري سيمز مقتولة، بينما كان موظف في شركة الكهرباء يعمل خارج حدود مدينة ويتشيتا فولز، اكتشف اكتشافا مروعا، عثر على جثة امرأة. اتصل فورا بالإغاثة. حضرت الشرطة فورا إلى عين المكان لفحص الجثة. تم العثور على معطف جلدي وزي ممرضة ملطخ بالدماء وزوجا من الأحذية الرياضية. اكتشفت الشرطة من خلال قاعدة بيانات لها أن هنالك شخص يلائم مواصفات الضحية مفقود.
أكدت تشريح هويتها، كانت الجثة لتوني جيبس، وهي ممرضة تبلغ من العمر 23 عاما من شلالات ويتشيا. تم الإبلاغ عن فقدانها من قبل شقيقها قبل شهر. حدد الطبيب الشرعي سبب موتها، كان بسبب طعنات في الصدر والبطن. تم جمع أدلة بيولوجية من الضحية، مما أدى إلى الاشتباه في عدة أشخاص، من بينهم رجل يدعى داني وين لوكلين، كان آخر شخص شهد مع توني جيبس. كان أيضا قد احتجز من قبل للاشتباه في قضية اغتصاب. نفي لوكلين قتل توني جيبس، لكن ثلاث اختبارات منفصلة لجهاز الكذب أشاروا إلى أنه يكذب. بناء على طلب المحققين، قدم لوكلين عينات من الدم والشعر لاختبار الحمض النووي، بالرغم من أن النتائج كانت غير حاسمة، إلا أن الشرطة كانت متأكدة أنه الرجل المنشود. لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم. ظلت قضية جيبس مفتوحة. في 10 من تشرين الأول سنة 1985، بينما كان عامل يقطع العشب بجانب طريق في مقاطعة ويتشيتا، اكتشف جثة امرأة وسط العشب. قام بإبلاغ الشرطة على الفور. وجدت الشرطة الجثة عاريا باستثناء جورب واحد، لم يكن هناك أدلة على هويته. فتشت الشرطة المنطقة المحيطة، وجدت ملابسها في مكان قريب، كما عثروا على زوج أحذية رياضية. تم إجراء تشريح للجثة، ولكن كان من الصعب تحديد كيفية وفاة هذه الشابة. تناسبت الضحية مع وصف امرأة تم التبليغ عن فقدانها قبل شهر. تم التعرف على أنها إيلين بلاو، البالغة من العمر 21 عاما. أجروا مقابلة مع اثنين من المشتبه بهم الذين كانوا معا في الليلة الأخيرة التي شوهدت فيها. لم يكن لدى النواب أدلة كافية لتوجيه الاتهامات إليهم. بعد عدة أشهر من التحقيق، ظلت القضية دون حل. بحلول العام 1996، أي بعد مرور أكثر من 11 عاما على هذه الجرائم الثلاث، تم تحسين الطب الشرعي، مما دفع المدعي العام لمقاطعة ويتشا إلى طلب إعادة فحص الأدلة. بعد عدة تحليلات، تم ربط جرائم القتل مع بعض. اكتشفوا وجود قاتل متسلسل. من خلال البحث تم التوصل إلى فايرون واردرشيب، الذي تم احتجازه بتهمة القتل في العام 1986. وجدوا أنه كان يعمل في نفس المستشفى الذي كانت تعمل فيه توني جيبس، لكنه ترك المستشفى بعد 4 أيام من الجريمة الأولى. اكتشف المحققون أنه كان مسجوناً 11 عاماً بعد ارتكابه لتلك الجرائم، لكنه كان قد اعترف بقتل امرأة في العام 1986 فقط. كان فايرون مشتبهاً به، لكن الطريقة الوحيدة للتأكد مما إذا كان قد ارتكب الجرائم الأخرى كلها هو الحصول على عينة من حمضه النووي. قرر المحققون الحصول على الحمض النووي بشكل أو بآخر، لا سيما أنه رفض أن يعطيهم إياه. في 5 من شباط سنة 1999، كان واردروب مع زوجته خارجاً يأكلان البسكويت ويحتسيان القهوة من كأس للاستعمال الواحد. عندما انتهى من الشرب، قام برمي الكأس في سلة المهملات. كانت هذه هي الفرصة التي كان المحققون ينتظرونها. بهذا قاموا بالحصول على حمضه النووي. في 13 من شباط سنة 1999، تم استدراج واردروب إلى مركز الشرطة. عندما وصل، قامت الشرطة بالقبض عليه بتهمة قتل تيري. بناء على الأدلة، تعتقد الشرطة أن واردروب رأى تيري سيمز أمام باب شقة ليزا، ثم قام بدفعها للداخل. بعد هذا قام بربط يدها ثم اغتصبها وقتلها. أقر واردروب بالذنب في جرائم القتل بحق توني جيبس وآلين بلاو وتيري سيمز. حكم عليه بالإعدام في جميع القضايا، كما اعترف أيضا بارتكابه جريمة قتل إضافية. بهذا أنهى حياة 5 شابات. في تكساس تم القبض على القاتل المتسلسل بسبب حمضه النووي الذي تم اكتشافه في كوب للقهوة، لكن في الساحل الغربي كان على الشرطة البحث بشكل أعمق من أجل إثبات جريمة قتل أخرى. في 7 من تشرين الثاني سنة 1988، في سكرامينتو كاليفورنيا، اتصلت الأخصائية الاجتماعية جود مويس
بشرطة سكرامنتو بشأن أحد زبنائها روبرت مونتويا البالغ من العمر 52 عاماً. قالت إن روبرت اختفى من المنزل الذي وضعته فيه، وأن صاحب المنزل بدا غير متأكد من مكان وجوده. أخبرت مويس الشرطة أن المنزل الداخلي لدورثينا بوينتي كان ملجأً للأشخاص المعوزين الذين لديهم تاريخ مع الكحول وتعاطي المخدرات. لم يكن لبيرت مكان يذهب إليه، كانت له غرفته الخاصة وتلفازه الخاص. كان سعيداً بهما، لا سيما أنه كان يعيش في الشارع لسنوات. لكن بعد بضعة أشهر بدأ بيرت يرغب في ترك منزل الرعاية. لم تسمع جودي مويس أخباراً عن بيرت منذ 3 أشهر. أوضحت السيدة بوينتي أن بيرت قد ذهب للعيش مع أخيه في يوتا. لم تقتنع جودي بقولها، لأنها كانت تعرف أن السيدة بيرت لم يكن لديه أي عائلة. لهذا طلبت من الشرطة التحقيق في الأمر. ذهب الضباط لإجراء مقابلة مع دورثينا. بدت كعجوز محترمة لطيفة ومتعاونة. قالت أن بيرت ذهب للعيش مع العائلة في يوتا. أكد أحد السكان في المنزل الداخلي قول بوينتي، لكن عندما كان الضابط يغادر قام بإعطائه ورقة صغيرة كتب فيها أنه يريد التحدث. أخبر الشرطة أنه رأى بعض الأشياء الغريبة في المنزل. قال إن بيرت لم يكن الشخص الوحيد الذي اختفى، كان هناك مستأجرين آخرين قد اختفوا. قال أيضا إن هنالك رائحة كريهة حول المنزل. قال إنه قد عمل ذات مرة في المشرحة، لهذا تعرف بسرعة على الرائحة أنها رائحة الموت. تم تكليف جون من قسم شرطة سكرامنتو لحل القضية. كان اسم دورثينا بوينتي مألوفا بالنسبة له. كانت تحظى باحترام كبير بسبب أعمالها الخيرية للمجتمع الإسباني، كما كانت معروفة في المجتمع الإسباني بالطيبة. طلب المحقق جون التحقق من خلفية دورثينا بناء على سمعتها. لم يجد ما كان يتوقعه. علم أن الجدة اللطيفة كانت في الواقع تبلغ من العمر 59 عاما فقط، ولديها تاريخ إجرامي في الاعتداء على كبار السن. كانت مدانة سابقا بتهم متعددة كتزوير فحوصات الضمان الاجتماعي، كما أنها قضت 4 سنوات في السجن. كانت هذه المعلومات مفاجأة للمحققين. بعد 4 أيام من الإبلاغ عن فقدان بيرت، التقوا بجودي مويس على أمل أن تتمكن من تقديم المزيد من المعلومات حول منزل الرعاية. قالت إن معظم المقيمين كانوا فقراء وكبارا في السن. لاحقا في ذلك الصباح التقت الشرطة مع دورثينا بوينتي. على الرغم من عدم وجود أمر قضائي، إلا أنها قد منحتهم الإذن لإجراء البحث في إحدى الغرف. وجدت الشرطة دواء موصوف من طرف الطبيب، وهو مهدئ باسم دورثي ميلر. أخبرتهم السيدة بوينتي أنها تخص أحد الأقرباء الذين مكثوا معها لفترة من الوقت. سألها المحققون عما إذا كان بإمكانهم البحث في الفناء الخلفي لمنزلها. وافقت على البحث وبدأوا في الحفر. حفروا 3 حفر، ولكنهم لم يجدوا شيئاً، بل بدأوا يعتقدون أنهم كانوا يهدرون وقتهم. لكن في الحفرة الرابعة وجدوا الجير المتآكل الذي يستخدم غالباً لإخفاء الروائح. قرروا الاستمرار في البحث. فجأة اكتشفوا ما بدا أنه عظمة ساق بشرية. بعد إيجادهم للعظمة طلبوا من السيدة دورثينا مرافقتهم إلى مركز الشرطة للإدلاء بتصريح. كانت متعاونة للغاية. بدا كأنها مصدومة من العثور على عظام في فناء منزلها. قالت أنها كانت تعيش هناك منذ أكثر من سنة بقليل. سألتها الشرطة عما إذا كانت قد قتلت بيرت مونتويا البالغ من العمر 52 عاما. أنكرت دورثيا بهدوء. نظرا لعدم وجود دليل أطلق المحققون سراح السيدة بوينتي. في صباح اليوم التالي استمر البحث في منزل السيدة بوينتي. بحلول الساعة 9:45 سألت السيدة بوينتي الشرطة ما إذا كانت حرة في الذهاب إلى مقهى في الزاوية، لأنها كانت متعاونة جدا ولأنه لم يكن يوجد أي دليل ضدها. سمحوا لها بالذهاب. بعد 15 دقيقة كشف فني الطب الشرعي جثة ثانية ملفوفة في قماش مدفون تحت لوح إسمنتي. تم إرسال ضابط لأخذ دورثي من المقهى، لكنها لم تكن هناك.
علموا فيما بعد أنها استقلت حافلة متجهة إلى لوس أنجلوس، لكنهم لم يعرفوا إلى أين كانت متجهة بالضبط. لهذا أجرت الشرطة بحثاً على مستوى البلاد عن دورثي أو دورثينا، كانت مطلوبة للاشتباه في ارتكابها لجريمة قتل. واصلت الشرطة الحفر في منزل الرعاية، وجدت جثثاً في كل مكان. بعد 3 أيام من الحفر تم العثور على 7 جثث. بدا من المستحيل أن يتم دفن 7 أشخاص دون أن يلاحظ الجيران أي شيء. بأمل الحصول على معلومات أو شهود، بدأ المحققون في مقابلة جيران السيدة بوينتي. كان من الصعب العثور على شخص لديه أي شيء سلبي ليقوله عنها. اعتقدت الشرطة أن المال كان الدافع الأساسي في القتل، لأن السيدة دورثينا كانت تقنع السكان بالتوقيع على شيكات شهرية لها. هذه التواقيع كانت تضمن استمرار وصول الأموال حتى بعد اختفاء المستأجرين. تلقت الشرطة أخيراً معلومات تفيد بأن السيدة دورثيا كانت في فندق في لوس أنجلوس. بعد تحليلات اكتشفوا سبب موت الضحايا 7، وجدوا أن السبب الرئيسي للوفاة كان بسبب المخدرات والكثير من الأدوية. بناء على أدلة الشرطة، كانت دورثي تقنع السكان ليقوموا بتكليفها في التصرف بأموالهم. إذا ترددوا تدعوهم إلى غرفتها لتقوم بإعطائهم مشروبا مليئا بالمخدرات، بعد ذلك تقوم بلف الجثث ودفنهم. في 15 من آب سنة 1993 وجدت المحكمة دورثيا بوينتي مذنبة في تهمتي قتل من الدرجة الأولى وتهمة واحدة بالقتل من الدرجة الثانية. لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى أحكام بشأن التهم الأربعة الأخرى. حكم عليها بالسجن المؤبد دون إمكانية الحصول على إفراج مشروط. وفي انتظار تعليقاتكم الرائعة وانتقاداتكم البناءة، أودعكم مشاهدين الكرام على أمل اللقاء بكم في فيديو قادم مع قصة واقعية مثيرة وغريبة. السلام عليكم.